نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة، وضمني أهل الفرقة وإصلاحي ذات البين، وإفشاء العارفة وستر العائبة. الآن الحديث في الفقرتين الأخيرتين من دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وإفشاء العارفة وستر العائبة. حلية الصالحين وزينة المتقين، هذه الأمور منها إفشاء العارفة، ومنها ستر العائبة. إفشاء نشر، إذاعة، تعميم، هذا الإفشاء. العارفة مؤنث العارف، عارف يعني معروف، يعني إفشاء المعروف. وأنث باعتبار الخصلة ونحو الخصلة من الكلمات المؤنثة، يعني إفشاء الخصلة المعروفة أو الصفة المعروفة. وستر العائبة، ستر بالفتح هو بمعنى المصدر، يعني أن يستر الإنسان شيئا. بالكسر بمعنى ستر، يعني ما يستر به، يعني البردة مثلا، هذا الستر بالكسر. بالفتح المصدر، فعل، ستر على وزن فعل، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كردى ردى. ستر وستر بمعنيين، ستر يعني أن يستر الإنسان شيئا، ستر مو مصدر، مو بمعنى أن يستر الإنسان شيئا، ستر انفرد يعني السترة، ما يستر به.
مثل ذبح وذبح، وفديناه بذبح عظيم بالكسر. ذبح عملية الذبح، ذبح الحيوان، هذا بالفتح مصدر. ذبح يعني المذبوح، يعني الحيوان الذي ذبح. وفديناه بذبح عظيم يعني بحيوان. ستر هم هكذا، ستر يعني السترة، وستر بمعنى المصدر، وستر العائبة. عائبة هم مثل عارفة، مؤنث عائب، عائب يعني المعيب، يعني الخصلة التي توجب العيب، يعني المنكر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسأل الله سبحانه وتعالى في ضمن ما يسأل هاتين الخصلتين، ونحن بدورنا أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا هاتين الخصلتين بالدعاء من الأدعية المعروفة التي تقرأ عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. الله يظهر الجميل ويستر القبيح، هذا هو المطلوب منا من خصال الخير. الصالحون شنو حليتهم؟ هذا من حلية الصالح. المتقون شنو زينتهم؟ إذا أردنا أن نكون من المتقين وأن نكون من الصالحين، من زينة المتقين ومن حلية الصالحين هاتان الخصلتين. الشيء المعروف، الشيء الجيد، الخصلة الحسنة، الصفة العارفة، الإنسان ينشرها. شلون ينشرها؟ أولا بعمله، هو يعمل الخصال الحسنة الحمد، إفشاء العارفة. أنا وأنت كيف نفشي الخصال المعروفة، الخصال الحمية؟ نعمل نحن بها. وحمد الله أنتم أهل العلم تعرفون خصال الحمية. الإنسان يطبقها عمليا مع أصدقائه، مع أقربائه، مع جيرانه، مدرس مع طلابه، طلاب مع مدرسيهم، الأولاد مع والديهم، الوالدان مع أولادهم. عمليا يطبق هذا على نفسه، وعمليا يستر العائبة، الخصلة المعيبة، الصفة المنكرة لا يعملها. هذا نوع من الستر، من الستر. هذا واحد. الشيء الثاني، الذين يعملون الخير العارفة، الإنسان يذكرهم بخيرهم. فلان حليم، فلان وقور، فلان صبور، الإنسان يذكر لهذا وذاك.
هذا نشر لخصلة الخير ولخصال الخير وللخصال العارفة المعروفة، والذين يعملون السوء الإنسان يستر عليه. إذا فد واحد عمل السوء لا يذكره، لا يذكر هنا في رواية أكو ولعلها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مضمون الحديث أنه من الخصال التي ينبغي سترها معروفك بالنسبة إلى الناس، ومن الخصال التي ينبغي نشرها معروف الناس بالنسبة إليك. يعني إذا واحد أحسن إلي وأنا أحسنت إلى شخص، نشر هذين الإحسانين مو صحيح، أحدهما من خصال الخير والآخر من خصال الشر. يعني إذا واحد عمل خيرا بالنسبة إليك، أحسن إليك، هذا من إفشاء العارفة، أن تذكر لهذا وذا فلان إنسان خير، هكذا أحسن بي، أحسن إلي. وأما إذا أنت أحسنت إلى شخص، لو تقعد هنا وهناك وتقول أنا أحسنت إلى فلان، أنا أنقذت، لو مو أنا هذا كان هالشكل يصير، هذا مو من العارفة، من العائدة. مو كل حسن يقال، حسن من غيرك إليك يقال، أما حسن منك إلى غيرك لا يقال. هذه الخصال بحاجة إلى شد حزام حتى الإنسان يوفق، وإلا ما يوفق. بحاجة إلى تصميم، بحاجة صدق إلى الدعاء والتوسل بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والطلب من الله سبحانه وتعالى. هنا في قوم مرجعان للتقليد معاصران، السيد البروجردي والسيد محمد تقي الخنساري رضوان الله عليه. السيد محمد تقي الخنساري كان مرجع تقليد في قوم، السيد البروجردي هم جاء إلى قوم، قصة ترجع إلى لعله 50 سنة قبل أو أكثر من 50 سنة. السيد محمد تقي الخنساري لعله 50 سنة متوفى، السيد البروجردي أكثر من 40 سنة متوفى رضوان الله عليه. السيد البروجردي دخل قم وسكن قم، السيد محمد تقي الخنساري موجود في قم، صار بينهما تزاور لعله بالمستقبل أنا وأنت نبتلى بأمثال هذه الأمور، إفشاء العارفة وستر العائلة. هذه القصة مصداق للبندين، للخصلتين. يقال أن السيد محمد تقي الخنساري قال للسيد البروجردي في لقاء، قال لما كنت أنا في النجف في الأشراف، وأنت كلاهما من تلاميذ صاحب الكفاية المرحوم الأخ من خراسان،
سيد محمد تقي الخنساري قال للسيد البروجردي: أنا في النجف درست عندكم وأنت أستاذي. مرجع تقليد مقيم في قم يقول لمرجع تقليد آخر جديدا دخل قم يريد يسكن قم قدام حاشيته: إذا صرت مرجع تقليد تشوف بحاجة إلى شدة هذا الشيء، نفس مدخلي قدام أصحابه، قدام أصدقائه، قدام تلاميذه. قال السيد الخنساري للسيد البروجردي: أنا درست عندكم في النجف الأشرف وأنت أستاذي. على إفشاء العارفة أدى حق التلمذة وحق أستاذه ببيان ذلك. هذا الأستاذ أحسن إليه، علمه، درسه. بس إيش قد دارس عنده؟ لعله عدة أيام، لعلهم لأنهما معاصران، لعله شهر أكثر أقل. سيد البروجردي هسه شي يسوي؟ يقول: نعم انا اذكر انت تلميذي وانت درست عندي وانا استاذك. هذا مو زين، هذا عيب. هنا من السيد البروجردي محل ستر العائدة، لان الانسان احسانه الى غيره يذكره، هذا مو زين كما في الأحاديث يعني. ومنها حديث معله أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم: إحسان الناس إليك وإحسان غير الناس. هذا الأول تذكره من الخصال الحميدة، والثاني تذكره من الخصال السيئة. السيد البروجردي شي يقول؟ يقول: لا كذب. يدري؟ يقول: نعم. بهالمقدار هم ما يريد يعترف ويقر. السيد البروجردي سوى نفسه مثل فد واحد اللي ما يتذكر، وما يقدر يقول لا ويتذكر هو. مثلا قال لسيدنا: احنا سويت ان ندرس عند الاخون، فاثبات الشيء لا ينفي معاذره. سوى نفسه السيد البروجردي مثل الإنسان اللي يعني واحد اللي حاضر الجلسة يشوف السيد البروجردي يجوز مو بباله ما يتذكر، يعني فد شكل حشى السيد البروجردي للانطباع عنه أنه إما ماكو هيج شيء أو ناسي. السيد البروجردي السيد محمد تقي الخنساري رجع قال للسيد البروجردي: إذا أنتوا ناسين دراستي عندكم، أنا ما ناسي تلمذتي عندكم، ومن حقي أن لا أنسى تلمذتي، ومن حقكم إذا نسيتم أن تنسوا. من حقي أن لا أنسى تلمذتي عندكم، لأن أنا أستاذ مثلكم قليل شايف. شيء كثير الإنسان ينساه، يعني الإنسان طول حياته شقد ماكل خبز، شقد ماكل باقلة، شقد ماكل كذا، ما يتذكر، مو شيء عادي. أما هذا الإنسان طول حياته فد مرة صادفة فد أكلة خاصة استثنائية أكلها، هذا ما ينساه. قال: من حقي أن ما أنسى تلمذتي عندكم، لأن أستاذ مثلكم قليل أنا شايف. ومن حقك إذا نسيت أن تنسى تلمذتي عندك، لأن مثلي هواية شايف مدرسكم أنت.
هذا هو عظيم. الله يرحم الماضين جميعا. هنا قبل سنوات الله يرحم الطرفين في مجلس كان زيد من الناس مثلا وعامر، وزيد رجل معروف كان وعامر أيضا رجل معروف كان، واحد ثالث كان يتصور زيد وعامر واحد ما يعرف الثاني، راد يعرف أحدهما للآخر. قال مثلا لعامر، مو اسم زيد وعامر، أنا أقول زيد وعامر لأن ستر العائب، لازم واحد يستر، هذا من العائبة. وأنا كنت في ذاك البيت في ذلك المجلس. واحد ثالث قال لعامر هذا زيد هذا فلان، قال يعرف عامر، طلع قال نعم أنا عممته، أنا خليت عمامة على رأسه. ذاك الطرف ما كان يريد ينشر هذا الشيء، ذن السكه، لأن ذاك كان في بعض الأوساط معروف أكثر من هذا الشخص. قال إيه أنا عممته، شلون ما أعرفه؟ بس شنو لزوم واحد يقول هذا الشيء؟ خلوا هاي القصة مع قصة السيد المجرد. إفشاء العارفة، من العارفة إحسان الناس إليك، وستر العائبة من العائبة إحسانك إلى الناس. فذكر خير الناس يعني أعمالهم الخير، هذا إفشاء للعارف، وذكر أعمالهم السيئة هذا من العائبة من المعيب، هذا واحد يستر. حتى إذا شخص هو والعياذ بالله عنده عمل سيء يستر على نفسه ويستر على غيره. أنتوا لاحظوا التعليمات عند أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، تعليماتهم لنا والأحكام الشرعية المترتبة على هذه التعليمات، شقد دقيقة في هذا المجال وشقد رفيعة، وفي غير قانون الله سبحانه وتعالى وقانون السماء لا تجد حتى هذا اليوم، حتى هذا اليوم مع كل ما بلغ القانون من التطور والتقدم. هاي المسألة البسيطة اللي واحدة من ألوف المسائل الشرعية في الرسائل العملية موجودة في الكتب الفقهية موجودة واللي بها روايات خاصة. الإقرار، الشهود على الجناية، شهود اثنين، الإسلام هم يقول قوانين هم ماخذين من الإسلام، الإقرار هم مرتين، ما أدري في كل القوانين هم أكو مرتين أو اختلاف أكو في الإسلام في بعض الموارد، إقرار مرة واحدة، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، جائز يعني نافذ. واحد إذا أقر قال الخاتم الذي بيده هذا لزيد لفلان، خلاص عقلاهم يعتمدون. أما في الإسلام بالنسبة إلى الجنايات، يعني واحد اللي جنى
عمل منكر، عمل عملا منكرا، عند خصلة معيبة يريد أن يقر بها. مرة واحدة تكفي؟ لا، في الإسلام مرتين. وبالنسبة إلى الإجرامات الجنسية 4 مرات. رجال عاقل، شخص عاقل بكامل وعيه وعقله ده يقر بعد شنو؟ وستر العائلة، هذا إقرار بأمر معيب. الإسلام يريد الستر. جاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، روايات متعددة، لابد مر عليكم، أقر بالزنا، أقر، عاقل بالغ فاهم بكامل وعيه وشعره دي يقر، هو دا يقول ويفتهم إيش دا يقول. ليش النبي صلى الله عليه يوخر وجهه من اليمن عني يلوي الوجه ويجي من هالطرف ويقر ثانيا بالزنا ويوخر وجهه، ويجي من هالطرف أيضا ويقر؟ ليش 4 مرات؟ شوفوا الإسلام إيش قد يريد المعيب يكون مستور. الإسلام هو جعل هذا القانون، الجزاء على هذا الجرم، العقوبة على هذه الجناية. الزانية والزاني فاجلدوا، وده يقول ده يقر الزنا، هذا من ستر العائبة. مرة أقر النبي صلى الله عليه وآله إذا يلف وجهه عنه لعله لحظة يندم، يقول أنا ليش أقرت؟ ما يقر مرة ثانية ويروح. والنبي صلى الله عليه وآله لا يرد. قال للنبي، اعترف بالزنا وسأل من النبي، طلب من النبي أن يطهره. وعن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في أيام حكومته أيضا حدث مثل ذلك. فبعدما أقر 4 مرات بعد ذلك الإمام قال له كان يتوب ويستر على نفسه، يما الله هم كان عزيز أكبر من إجراء الحد عليه. يعني الله يريد من عبده حتى إذا جنى جناية، أجرم جرما، الله جعل له عقوبة وذكر العقوبة في القرآن، يريد منها يستر على نفسه. وستر العائلة، ما أتصور في أي قانون أكون إقرار 4 مرات. من اللي يقرأ 4 مرات؟ يعني فد واحد اللي بعد هالقد أعصابه متحطمة، اللي مرة يقول يقولوا له لا ومرة ثانية يقر، ويقولوا له لا ومرة ثالثة يقر. الإمام صلوات الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض هذه الأحاديث يلقنه، يقول لعلك نظرت، لعلك قبلت، لا تحكي لا تقر، يخلي بلسانه. شوفوا الإسلام يقول ستر العائبة، وشلون هو يستر، وشلون يريد منا ذلك. هاتان الخصلتان تشكلان فد نسبة مئوية جيدة من العدالة الاجتماعية، من التقويم الاجتماعي، من التسديد الاجتماعي،
حقيقة الإنسان إذا يفرض فد أمة فد مجتمع صغير أو كبير فد مجموعة في قرية لنفرض، في مدينة صغيرة، أو فد عائلة فد عشيرة، يسري بينهم، ينتشر بينهم إفشاء العارفة وستر العارفة، بس هالكلمتين. تشوف هذه العائلة، هذه القرية، هذه العشيرة تكون نموذجية بما للكلمة المعنى. والإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا هكذا، وهذا في الروايات كثير أكو، ومنها في هذه الرواية كلام الإمام السجاد صلوات الله عليه ودعائه وسؤاله من الله: إلهي خليني أتوفق لحلية الصالحين وزينة المتقين، ويسرده الإمام أي منه في بسط العدل وإفشاء العارفة وستر العارفة. فد عالم مجتهد وخطيب كان المرحوم سيد أحمد الروحاني القمي رضوان الله عليه. أنا عندي بعض قصص قليلة مو كثيرة سمعتها من، ولأجل هذا كثيرا ما أترحم عليه. كان عالم مجتهد في نفس الوقت كان يرقى المنبر. هذه القصة كان ينقلها، يقول فد يوم واحد اتصل بي تلفون، قال لي فلان ميت بتجي إلى تشيعه. قلت ما أعرفه، مو لازم الإنسان عندما يروح إلى تشيع مؤمن إلا يعرفه، تشيع هو له فضيلة في الأحاديث، أكو السر كذا ميل شيع جنازة، وما في التشيع من الفضائل. طبعا هو هذا الرجل عالم وله واجبات وله التزامات، فلعل بعض الالتزامات يعتبرها ويشوفها الآن أهم من هذا الشيء. يقول قلت له بالتليفون أنا ما أعرفه، قال هذا رجل يسوى الميت، رجل خير جيد، تعال التشيع. يقول أنا لا أعرف اسمه، لا أعرف وصفه، لا أعرف شغله. قال لي رجل خير، قلت ما يخالف رحت للتشيع. وغير هذا صاحبي يقول إني في التشيع ما أعرفهم، لأن يعني الرجل ما أعرفه، أقربائه ما أعرفه، ما أعرف من ابنه، من ابن عمه، من ابن خاله، من أبوه، من أخوه، ما أعرف أقربائه ولا أصدقائه. يقول في أثناء التشيع لكن رحت التشيع، قال هذا رجل خير، هذا الميت، رحت أحضر جنازته. في التشيع شفت شخص هذا يبكي بكاء مر في التشيع، ما حد من الناس يعزي، ما يبين أنه من أقرباء الميت، وأكثر المشيعين بكاء هذا مبين متصنع، لا من كل قلبه يبكي. ولفت نظري حب الاستطلاع، حب الاطلاع، دعاني الآن أسأل منه ليش أنت هالبيت تبكي؟ يقول صرت يمه، قلت أنت ابن المرحوم؟ قال لا. قلت من أقربائه؟ قال لا. قلت له علي ليش هالشكل هالبيت تبكي؟ قال إلي قصة مع هذا الميت، لو أبوي كان ميت ما كنت هالقد أبكي عليه، لو أخوي ميت ما هالقد أبكي عليه.
ولكن عندي قصة مع هذا الميت، هذه القصة هزتني إلى آخر حياتي. يقول خلص التشيع، قعدت وياه نقل لي وأنا ألخص القصة، هو لعله القصة أكثر من نص ساعة نقلها. قصة جيدة. حقيقة الإنسان المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث يجدها. هذه من الحكمة، من عمق الحكمة. يقول قلت شنو قصتك مع هذا الميت؟ وستر العائلة، هذا من أقسام الستر، واحد لازم يتعلم. أنا ألخص القصة، قال الرجل بعدما دفن بكى بكاء مر عليه على قبره، جيت وياه قعدنا، قلت شنو قصتك ويا هذا الميت اللي خلتك هلقد تبكي؟ قال أنا كنت في رجال فقير وعندي عائلة، ما أستعطي أحد، ما عندي وجه حتى أستعطي أحد، أكتسب بعض الكسب الضعيف، وهذا الكسب ما يلحق على معيشتي. عائلتي مأجر لهم في حجرة في فد مكان، عقب كم يوم يغلون سعر الحجرة، ما أقدر أنطي، أشيل عائلتي من هالمكان لهالمكان، من هالمحل لهالمحل، كل سنة كم مكان أغير، كل كم شهر قد مكان، حتى أكل ولبس وكذا مال عائلتي ما أقدر أدبره. أشتغل أعمل بس ما يتهيأ لي بالمقدار اللي أنا أحتاج. قبل مرة من المرات كنت في المسجد الفلاني لأصلي، رحت للصلاة صلاة جماعة، كنت متأخر واصل، الصفوف كانت راصة والناس أقاموا الصلاة، وأنا وقفت وحدي بعد الصفوف، يعني بالصف غيري ماكو. قلت الله أكبر، إجا واحد آخر صفي وقف الله أكبر. بعض الناس سابقا أنا لحقت عليها، أكو أشياء مكروهة الإنسان يحملها معه في الصلاة، من جملة الحديد. حديد مكروه الإنسان يصلي ومعه حديد. مفتاح اللي بجيبه كان يطلع حتى لا يكون مكروه، يخليه قدامه، إذا مفاتيح مال بيته مال قاصة عنده مال كبت كالثور ماله يخليه قدامه. من جملة إذا عنده فلوس، إذا عنده فتشي، لا يكون هذا مشتبه، لا يكون حرام، لا يكون مغصوب واقع عنها. فكل ما بجيوب بعض المتدينين كانوا يطلعوه وخلوها قدامهم ويصلون بعد الصلاة يشيلوها. فيقول هذا واحد عجب صفي وقف، أنا وهو في صف واحد، هالصوب هالصوب ماكو أحد من المأمومين، الصفوف قدامنا، كل ما بجيوبه طلعها بالعجل خلها قدامه حتى يلحق على ركوع أمام الجماعة، الله أكبر ركع، من خلها قدامه شفت بهالأشياء اللي خلاهم فت خاتم يلمع، مبين هذا خاتم ثمين قيم. يقول أنا الرجل دا يسولف السيد الروحاني، سيد أحمد الروحاني رحمة الله عليه، يقول أنا إلى ذاك اليوم ما مددت يدي إلى سرقة. ونفكر أنه أبوك، ولكن أنا مبتلى نفس اليوم غدا ما عندي الأهل أوديهم لعائلتي، فوأنا بالصلاة في الركوع شفت هذا الخاتم يلمع، بدر إلى ذهني أسرق هذا الخاتم أبوه.
فكري عن الصلاة طلع، أركع ويا الجماعة وأقوم وأسجد، ولكن كل ده أخطط هذا شلون أبوقة حتى هذا المصلي ليلتفت. ولأول مرة في حياتي أريد أمارس السرقة. شوية إيه لا صممت أبوك الخال مشيله، ولكن هي أفكر، هي قمت أخلي فكري على هذا المصلي، أشوف فكرة يم أشياء اللي مخلي قدامي، شفت لا غارق في الصلاة الرجل، وهذا اللي يطلع كل أشياء يخلي قدامه، هذا من إيمانه من تقوى، ما يريد يكون فتشي مكروه ويا فتشي واقعا إلى موزيان يقلل من قيمة الصلاة من ثواب الصلاة. فهذا فكرة أكيد في الصلاة، بالرغم من أنه كم مرة هي لاحظت وأنا في الصلاة الصورية بعد فكري مو بالصلاة، شفت لا هذا غارق في الصلاة ما منتبه. فكرت من نسجد أنا أشيل الخاتم بيني وبين الخاتم، من أريد أسجد أو أقوم من السجود مثلا 4 أصابع أو أقل أو شوية، يعني هشكل أمد إيدي أخلي على الخاتم وأسحبه. صممت أشيله، سجدت، خانتني المجازفة، قمت من السجود في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، في الركعة الأخيرة، آخر فرصة بعد عند القيام من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، يعني إذا خلصت الصلاة وما أقدر قدام أبو الخاتم. فبس ما قمت من السجدة الأخيرة مديت إيدي على الخاتم وسحبتها الشكل، وكنت ملتفت إلى الرجل، شفته كأنه منتبه، يعني سيلا واحد خاتم ينباط يضرب على رجله أو ينافس هذا الرجل اللي يمه أو شفت شي يسوي، بدأ الله أكبر يقول حيل، لا شفته كأنه منتبه. الإنسان اللي ما بايك ولا أول مرة قلبي قام يدق، هسه شلون أنا أفر بهذا الخاتم؟ كنت أفكر هسه من يصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرعة أقوم أروح، أخاف هاي السرعة تكون ملفتة، يعني هذا الرجل يشوف ليش هذا بسرعة قام، فيشوف خاتمه موجود يتشلبني، بسرعة ما أقوم، أخاف هذا ما انتبه بالصلاة أنه الخاتم ما هو، لعله بعد الصلاة فد مرة يباوع يشوف الخاتم مو موجود وماكو أحد هم يمه يلزمني. فكنت متردد في أنه بس ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسرعة أقوم، ولا بسرعة ما أقوم، ما كنت مصمم أقوم يوم ما أقوم اللي قال السلام عليكم ورحمة الله، بس قال السلام عليكم ورحمة الله وأنا بعدي مو مصمم أقوم بسرعة وأقعد، هذا الرجل خلى إيده على إيدي قال لي الخاتم إلك، بس يقول لي ليش بقت من قال لي الخاتم إلك؟ أنا شفت الخاتم صار إلي وبعد مشكلة هماك، أول قال لي الخاتم إلك، يقول هذا المرحوم هذا الميت هو صاحب هالقصة، قال لي الخاتم إلك بس قل لي ليش بقت؟ قلت له أنا لأول مرة في حياتي ده أبوك، أنا مبين منك مو أهل البوق، وجهك مصفار وقلبك دير جيب، بس ليش؟ قلت له القضية كيت وكيت، أنا رجال عندي عائلة أشتغل الشغلة هم ما توصل ما تلحق علي،
كل يوم شايل جهالي من هالبيت لهالبيت من هالمحل لهالمحل. وضع المالي هالشكل، والآن اليوم أنا غدا ما عندي أرد لأهلي. هذا سر. قال خو ما يخاف، لعد أقول لك الخاتم إلك وروح بيعه. خل أقول لك هذا الخاتم شنو. قال أنا جديد عهد بالزواج، رجل من أولاد التجار، وصارت لي سفرة، زوجتي انقهرت علي، دوبنا متزوجين بعد في سفرة تجارية، فاشتريت هذا الخاتم راضي وأجيب بالها، وسأخذ لها شيء آخر أدية. ودخلت المدينة وبعدني ما رايح للبيت، شفت وقت الصلاة قلت خل أصلي جماعة، بعد ما رايح للبيت وأقول لك هذا الخاتم أنا اشتريته بكذا مبلغ حتى تعرف رخيص لا تبيعه لا يغشوك. هذا أولا. ثانيا هذا الخاتم ثمين وسعره هذا قيمته، فأنت إذا تروح تبيعه على أي واحد من هذول البياع الخواتيم ربما من ياخذ الخاتم منك ما يرد عليك، يشوف ما يجي منك، أنت مو أهل لهذا الخاتم، يجوز بايقه. فإذا فد واحد فد مكان صارت مشكلة إلك، واحد اتهمك قال لك هذا الخاتم منين جايب، أقول إلي. إذا قال لك من يقول، قل فلان يعرفني، جيب اسمي، قال أنا معروف. يقول قلت جزاك الله خير، طلعت من المسجد، الرجل راح، أنا من هالصبح جيت أبيع الخاتم، فلوس أكل أريد ماله، اليوم ظهر ما عندي، صلاة الظهر والعصر كان، رحت أبيع فد واحد بيع خير، قلت على الخاتم أريد أبيع، ليش تشتري؟ أخذ الخاتم قام يباوع، يباوعني، يباوع الخاتم، يباوعني، قال لي منين جبته؟ هذا مالي الخاتم. قال مو مالك. قلت له لو تشتري اشتري، لو ما تشتري انطني. قال لا لا اشتري ولا انطيك، في مخفر الشرطة انا اسلم بيده. شنو هذا خاتم انا جبت لك؟ قال لا بين منك انت مو صاحب هذا الخاتم، إلا أن تجيب فد واحد يشهد لك أن الخاتم لك. قلت فلان يعرف أن الخاتم إلي، ما نقلت للقصة، قلت فلان يعرف. قال إيه ما يخالف، خليه ذاك يشهد لك. ورحت عليه وجبته وقال إيه أنا أعرف هذا، ما قال أنا أنطيته والقصة كيت وكيت. بعت الخاتم بكذا مبلغ. الرجل صاحب الخاتم اللي وهب لي الخاتم قال لي هاي الفلوس إلك، الخاتم أنا وهبته إلك، فلوسها إلك، ولكن أنت فت سنة سنتين هذه الفلوس راح تأكلها وتخلصها وترد إلى وضعك السابق، فالفلوس إلك، بس أنا أقترح عليك ويا هالفلوس لو تريد أنا أشوف لك دلالين، أدور لك في أطراف المدينة في المكان اللي رخيص البيوت، أشتري لك في البيت اللي يكون براني ودخلاني لهذا البيت، بالدخلاني قعد عائلتك حتى إيجار بيت لا يكون عندك، والبراني هم أجره حتى فت خبزة الليل من الإيجار يكون عندك على طول، واللي تكتسب بعد إيجار متري تطي خبزة الليل هم عندك بعد ريوب غدا التدبر. قلت له جزاك الله خير. شاف لي دلالين، شافوا فكم يوم منا بيوت بهذا المال، يعني خاتم هلقد كان يسوى، اشترى لي بيت براني ودخلاني، بيت تغير في اطراف المدينه مو مكان اللي غالي هوايه، ولكن فلوس بيت كان، قعدت بالدخلاني والبراني هم اجرته
قال صار لي الآن كذا سنة أنا مرتاح، يوميا هم أروح الشغل أكتسب بس هاللي أحصله، بعد إيجار ما علي، ثم عشهم موجود عندي، مال هذا الإيجار مال البراني اللي أحصل، أجرت البراني، وهذا من حقي أنه أبكي على هذا الرجل أكثر مما أبكي على أي واحد. هذه ستر العائلة، يعني الإنسان الحرامي يسوي مؤمن خير، مو بالعكس، مو بالعكس. هذه حالة نفسية في الإنسان، الإنسان يصمم على أن هالشكل يربي الناس، مو ستر العائبة فقط، لأن فقهاء يقولون كلمة ستر هنا وأمثال ذلك يقولون إطلاق إليه أفراد وأحوال، وستر العائبة الإنسان يحاول يستر على العين لسانا عملا تربية، هذا ممكن. هذه قصة إنسانين لا أنا أعرفهما ولا أنت تعرفهما، إلا السيد الروحاني رحمة الله عليه أنا أعرفه، سيد أحمد الروحاني، لشان نقل هذه القصة عن الرجل. عد هذا الرجل يوم القيامة يأتي، وأنا ومع احترامي لكم أن أنت نأتي في ميزان الأعمال، هذا شلون توزن هذه القصة وأمثالها؟ أسأل الله ببركة الإمام السجاد صلوات الله عليه وببركة رسول الله جد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أسأل الله ببركتهم جميعا أن يوفقنا لتمرين هاتين الخصلتين والتصميم عليهما، وبالنتيجة لتحصيلهما بنسبة جيدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. فألبس وجه الصلاة الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين.